لحن ما صوت شجي. يعني اللي احنا سامعينه من عظمة دي كلها ده طالع من أصوات بشرية بحتة، ما فيش فيه أي آلة موسيقية زي المتعارف عليه. احنا عارفين إن المزيكا والغنى بيبقى لازم يكون آلات موسيقية وبيصاحب صوت المطرب وصوت الكورال، لكن فن الأكابيلا هو فن مميز جدا، أصعب بكتير جدا من ان احنا نعزف. العزف طبعا صعب جدا جدا، لكن فن الاكابيلا بيحتاج مهارات اعلى بكتير، لان كله بيعتمد على الاصوات البشريه عشان يدينا الناتج السمعي العظيم اللي احنا سمعناه دلوقتي. والنهارده معانا في الاستوديو منورنا فريق كلاكسيكيات، هو طبعا الاسم برضو في حاجه، الاسم في حاجه، ومنورنا طبعا الفريق اللي هيمتعنا. احنا في الفاصل طبعا كنا مستمتعين جدا وهم بيعملوا لسه تيست للصوت بتاعهم، فمنورنا داليا، وكمان منورنا داليا يونس طبعا مؤسسه الفريق، ومنورنا احمد عبد القادر، وكمان معانا هبه وحيد اصغر عضو بفرقه كلاكسيكيات، وكمان معانا نهير السيد منورنا. ايه الحلاوه دي؟ احنا اتبسطنا شويه قبل ما نبدا وهنتبسط لسه ان شاء الله خلال الفقره بتاعتنا، بس خليني ابدا معاكي يا داليا كده، جات لك منين فكره ان انت عايزه تعملي فرقه خاصه بفن الاكابيلا، وبدات معاكي من امتى؟ انا طول عمري بحب الفنون الكلاسيكيه عامه، والاكابيلا هو فن من فنون الغنى الكلاسيكي. كنت دايما شايفه انه الفنون الكلاسيكيه دي قادره تعمل الفسيخ شربات، فكنت حتى مره مع ناس صحابي بقول لهم انه حتى لو غنينا مهرجانات بالاكابيلا هتخليها راقيه جدا، وحتى اديتهم مثال ساعتها يعني قلت لهم تخيلوا علي 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 علي. ده هم كملوا ردوا على طول، يعني عجبتهم على طول، شدوا الاقواس من كره على طول. فهم في ناس خدتها ضحك وفي ناس قالت لي طب ما تيجي نجرب فعلا. وساعتها ما كنتش دارسه موسيقى ولا حاجه، انا خريجه طب اصلا، يعني مش دارسه موسيقى خالص، بس كنت بعمل ده بوداني، يعني كان عندي كده التخيل ده ان انا اقدر اشوف ده. وبعدين جربنا سجلنا فيديو بهزار يعني، ولقيناه خد 4 مليون فيو مثلا، فاحنا يعني واو. فقلنا طب ليه ما نعملش ده، نعمله مشروع موسيقي للاكابيلا بالمصري، لانه في طبعا رواد فن الاكابيلا بالعربي في العالم العربي، يعني هم كورال الفيحاء. انا كنت بغني مع كورال الفيحاء قبل كده في لبنان وفي فرعون في مصر لما كان مفتوح، وكان عندي شغف كبير قوي انه زي ما هم بيعملوا اغاني من كل انحاء الوطن العربي ومتخصصين جدا جدا في ده، نفسي ان احنا نعمل مشروع اكابيلا بالمصري للاغاني المصري بس. فاخدت يعني وقت كده ان انا اذاكر الميوزك ثيوري او نظريه الموسيقى وازاي التوزيع بيتم، وخدت منحه لاني ادرس اكتر قياده الكورال بالاكابيلا، وبدات اعمل ورش يعني اعلم الناس في مصر ايه هي الاكابيلا وازاي ان احنا نقدر نمارسها حتى واحنا مش متخصصين. انا كنت انا اللي انا يعني اللي انا دكتوره اصلا يعني. وبقيت اشجع الناس انه اي حد يقدر يعمل ده طالما ان هو عنده الموهبه وعنده الديديكيشن او التفاني لانه يعمل ده. فمع ورشه بعد الثانيه بدات الناس تقولي طب ما تعالي نعمل فرقه، يعني تعالي ان احنا نبقى اعضاء ثابتين نتدرب بشكل منتظم، نحاول نعمل حفلات او نعمل فيديوهات. وكل الفيديوهات اللي حتى بما فيهم الفيديو الاخراني اللي احنا شفناه مع بعض حالا، ده الفيديو اللي نزل النهارده الصبح، يعني ده عظيم. الله يخليك. والله ده حاجه كله بالجهود الذاتي، ولا وتصوير وشكله مصورين فين؟ عجبني الحصان برضه. احنا بالجهود الذاتيه كل واحد فينا عامل حاجه، يعني انا اعرف استوديو صوت، نهير تعرف اصحاب الفيلا، واللبس بتاعنا احنا شخصيا اللي لبسناه، واحد صاحبي جه يصور، يعني بالجهود الذاتيه كلنا قدرنا ان احنا وطلع حلو جدا جدا، لانه هو فكره الكليب مش في المكان ولا في التصوير، هي الفكره فعلا في اللي انتم بتقدموه قد ايه ان هو مختلف ومميز بشكل كبير جدا. الاكابيلا زي ما خطيب كان بيقول كده يعني بالبساطه قوي، هو فعلا الغنى او ان انا اعمل صوت الالات من غير الات، هو ده تعريفه بالزبط. بس كده بالظبط، يعني اكابيلا هي كلمه ايطالي، كابيلا بالايطالي يعني كنيسه، والفن ده طلع وقت ما كانت الكنيسه في ايطاليا بتمنع انه يتم استخدام الات موسيقيه جوه الكنيسه. فالرهبان فكروا انه يعملوا نوع من الموسيقى اثناء الصلاه عن طريق اصواتهم هم بس، دي الاله الوحيده اللي كانت عندهم. بعد شويه الفن ده خرج من الكنيسه وبقى فن علماني، يعني زي ما بيقولوا مش بس بيتغنى باغاني كنسيه، لكن بيتغنى بيه كمان اغاني عاديه. هو فن مشهور جدا في الغرب، لكن في الشرق هنا كانت المحاولات بسيطه قوي. وخلينا حتى نغني لكم اول حاجه، هي اول محاوله مصريه
لغنى الاكابيلا اللي عملها العظيم محمد فوزي الله يرحمه. كان بدا باغنيه اسمها كلمني طمني، واحنا اهداء لروحه السنه اللي فاتت عملنا ميدلي من اغاني محمد، ميدلي يعني مجموعه اغاني ملضومه. لا دي انا عارفاها على فكره. فخلينا نسمع، يلا نبدا ده يلا. واحمد يدينا اول تون، احنا دايما بنسمع من البيانو تون اولانيه بس وبعدين نكمل. يا جماعة محترفين جدا، في احتراف عالي والله. كلمني طمني وارحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي؟ ده القلب اللي انت كاوي نار نار يا حبيبي. تعب الهوى قلبي والحلو مش داري، والامتهان خبي على بعض ونداري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي حبيبي وعنايا، لو في وسط ميا ما يخفاش عليا عليا، ما يخفاش عليا. تربينا تربينا يا قلبي، ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين على فين على فين. انتوا ما بتقولناش كل يوم ليه؟ احنا هنا كل يوم على فكرة. ما بتقولناش كل يوم ليه؟ ايه السعادة دي؟ والله بجد عظمة. ويعني عايز اقول لكم الموضوع مش سهل خالص، مش سهل خالص اللي بس طالع، هو طالع لنا سهل قوي. طبعا مش حاسين باي مجهود، سامعين الحلاوه كلها والعظمه كلها، لكن الموضوع زي ما احنا سامعين كل حد فيهم بياخد حاجه وبيعملها، حد ماسك البيس جيتار وهو اللي بيقول، او حد ماسك الباس وهو اللي بيقول، حد كمان بيقول السوبرانو، حد بيقول الهارموني اللي احنا سامعينه. وطبعا هبه عامله شغل جامد جدا. انا مستغرب من هبه لاني ما شاء الله هم كلهم يعني احمد ونهير، وحاسه ان كل واحد فيهم ما شاء الله مستمتع قوي. يعني هم مستمتعين قوي وهم بيعملوا الموضوع، والموضوع بقى الليفلات مظبوطه، تحس ان في مهندس واقف ورا كل واحد عمال الليفلات بتاعتهم مظبوطه جدا. عايز بس اقول حاجه، لان كان في رايين في موضوع الاغنيه بتاعه الفنان العظيم محمد فوزي، في انها كان الموسيقيين ما جاتش فهو راح قال لا هنخلي الكورال يغني. ده طبعا مش الراي السليم، لان الاغنيه متعوب عليها جدا، والراجل ده راجل عظيم ما بيعملش حاجه بالصدفه، وهو كان سابق العصر. فهم عشان عارف اندي لما بيحصل معجزه فالناس تقول ده حصلت معجزه، لكن هو لا تعب عليها جدا واشتغل عليها عشان يطلعها بالطريقه بتاعه الاكابيلا دي. احسنتم جدا. وعايز طبعا اجي لهبه، هسال هبه دلوقتي على حاجه، ايه الحلاوه دي؟ فنانه. يعني انت عارفه انت بتعملي حاجه صعبه ازاي، ولا انت بالنسبه لك الموضوع سهل، ومع مثلا داليا بتقول لك هتعملي كده وتعملي كده فالموضوع سهل بالنسبه لك؟ هو كان الموضوع الاول بالنسبه لي كتجربه، ان انا عايزه اجرب حاجه انا ما كنتش فاهمها في الاول فعلا. انا كنت فاكره ان احنا هنروح نعمل اغاني وخلصت على كده. لكن داليا يعني فهمتني اكتر الموضوع هيمشي ازاي او انا هعمل ايه بالظبط. هبه انت عندك كام سنه اصلا؟ انا عندي 13 سنه. يا روحي ما شاء الله. حاضر. طيب ماشي. طب هرجع لك تاني يا هبه، بس اتكلم مع احمد شويه. احمد يعني انت ما شاء الله صوتك
هايل وتحفة. ويعني عادة لما حد بيكون عنده صوت حلو بيبقى حابب انه انا اعمل حاجة والناس تشوفني انا لوحدي. انت داخل في حتة صعبة واصوات كتير طبعا صوتك واضح بس وسط مجموعة، ليه فكرت ان انت حابب تغني اكابيلا مش لوحدك؟ الحقيقة يعني ان الواحد يغني لوحده دي حاجة ممتعة طبعا وكل حاجة، ولكن الاكابيلا بالنسبة لي بحس فيها بمتعة اكبر ببساطة يعني غير ما نمق الكلام، هي مجرد انها ممتعة اكتر، بحس فيها بانه بدل ما وان مان شو، بدل ما واحد بس بيضيف حاجة، في كذا روح وكذا صوت بكذا احساس بيتداخلوا مع بعض. وازاي ان هما كمان مش زي فكره الدويتوهات اللي بتحصل مثلا الاثنين سوبر ستارز يغنوا مع بعض بتبقى حلوه طبعا عشان هما حرفيين، ولكن فكره ان احنا بنتدرب مع بعض كل مره فبنبقى فاهمين بعض اكتر، فزي الفرقه الموسيقيه كده لما بتسمعيها بتلاقيها متناغمه مع بعض. تخيلي بقى ان بدل الاله يبقى صوت بشري، فالإحساس بيبقى طالع أكتر وباين أكتر طبعًا. فأنا بالنسبة لي على مستوى الاستمتاع يعني أنا بستمتع بده أكتر. ده غير أن فكرة الأكابيلا في مصر وفي العالم العربي زي ما داليا كانت بتقول هي حاجة لسه قريب طالعة ومش رائجة قوي دلوقتي، فيمكن أن أنا مش ببص قوي لفكرة أن أنا أطلع أغني لمجرد أن أنا حاجة تجارية وأتربح منها يعني. ولكن انا ببص لها اكتر لمزاجي الشخصي. انا بستمتع شخصيا ولو اللي حواليا مستمتعين فدي حاجه عظيمه بالظبط، وده بيوصل للناس فبيستمتعوا اكتر. لو الفنان مستمتع باللي بيعمله بيوصل قوي للناس. ده حقيقي. يا نهير يعني بصي في حاجات كتير عايز اسالها لك، بس عايزه اعرف الاول هل دي شغلتك او انت درستيها ولا انت شغاله ايه ودلوقتي واخداها كموهبه وبتعملها؟ انا مهندسه معماريه اصلا. يعني دكتوره ومهندسه؟ احمد انت ايه؟ انا محلل مالي. ايه ده في ايه؟ حاجه بعيده خالص عن الفنون وما شاء الله يعني موهبه عظيمه جدا. صحيح العماره فن لكن الموسيقى مختلفه. انا عاشقه للموسيقى من صغري، وهنا لقيت نوع من التناغم والجمال اللي مش شفتوش في حته تانية. فكان في ترابط كده بين الاصوات زي ما احمد بيتكلم، كل واحد ليه احساسه وكل واحد ليه روحه وكلنا قادرين مع بعض نطلع روح مختلفه. يعني كل واحد قادر يضيف من روحه شيء فنطلع في الاخر اوتبوت مختلف تماما عن انه كل واحد يغني لوحده. فالباك جراوند بتاعتي تماما مختلفه عن ده، لكن هنا في نوع من الجمال، نوع من التناغم. كان من البدايه كانت سهله بالنسبه لك ان انت تبقي عضو في فريق اكابيلا ولا كان محتاج تمرين في الاول؟ لا، بيبقى في اوديشن، واذا احنا الاصوات هي قادره تقول الاوديشن ده بشكل كويس بشكل مناسب بيتم خلاص قبولها على طول بشكل بسيط جدا من داليا، وبندخل وهي بتدينا على طول نصيحه ازاي نسمع، ازاي نسمع افضل، ازاي نغني افضل، والبراكتس اننا نبراكتس كتير مع بعض دي حاجه بتخلينا متجانسين اكتر. ان هارموني اكتر. طب في حاجه في العنصر البشري؟ انا عايز اسمع والله. انا حاضر في حاجه بس عايز اسال عليها، لان في العادي الواحد كده دايما احنا كبشر مهما كنا طيبين وحلوين كل حاجه كله عايز يزق التاني عشان يبان. فاكابيلا ممنوع يعني ما ينفعش دايما بتسيطري على ده ازاي؟ ده هو ده بيحصل بالانتخاب الطبيعي بالناتشرال سيلكشن، يعني انه اي حد بيبقى جاي الهدف ان هو يبان اكتر او ان هو يعني يعمل شو ما بيقدرش يستمر معانا، لان الاكفله مرهقه جدا في التدريبات وبتحتاج ان احنا كل مجموعه صوتيه توحد صوتها مع الاصوات. فاذا هو صوته يعني حتى كتير قوي كنت بتكلم مع الناس اللي كانت بتغني قبل كده انه بيعملوا عرب مثلا اقول لهم ده ما ينفعش في الاكفله، يعني كتير حتى هم بيضحكوا يعني كتير لما بسمعهم بيغنوا لوحدهم تغني لوحدك حاجه تغني معانا حاجه ثانيه. فاوريدي الناس اللي بيبقى عندها اجنده مختلفه يعني عن اللي احنا بنعمله ما بينسجموش معانا ومش بيكملوا، فبعد شويه خلاص بيفضل الناس المؤمنين بالفكره اكتر اللي بيحسوا فعلا بالقيمه بتاعه ان احنا قد ايه كل واحد فينا يبقى مختلف ومع ذلك متجانسين مع بعض، وبيحسوا بالفكره كمان ان احنا نقدر نقدم حاجه بمستوى احترافي واحنا مش محترفين، يعني مفيش اي حد فينا درس موسيقى بالزبط. بشكل احترافي، لكن مع ذلك انا بصر جدا ان انا دايما اعرف الناس الجمهور اللي احنا بنغنيه في الحفلات مثلا ان انت تقدر تبقى واحد مننا، مفيش حد عنده موهبه موسيقيه سواء ودن او صوت وعاوز يغني يمنعه ان هو ينفع من غير موهبه موسيقيه؟ ده مشروع تاني بتاعي هقول لك عليه. طب ماشي نسمع وبعدين
نشوف هنضم ازاي. يلا طيب احنا ممكن نسمع حاجة بنغنيها انا وهبة، ودي من الاغنية المفضلة عشان هبة بتغني معايا فيها. ده سبب اساسي ان هبة بتغني معايا فيها، وهي دي اول ورشة هبة شاركت فيها. اوكي فنسمع اه يا للي. اوكي ثواني. ايوه ايه بقى، انا خلاص بقيت من الجمهور، خلي بالي هتلاقيني واقف بقى ماسك تيشيرتك. يا للي بينا كده، انا بقيت تغني انت ماشي. اه يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. اه يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. اه يا للي يا للي يا للي خليك عليا كيفك تملي. يا عيني يا للي يا سيدي يا للي يا للي يا روحي يا للي يا للي. اه يا اه ما شاء الله. احنا هنطلع لفاصل سريع جدا ولسه هنرجع نكمل باقي فقرتنا مع ضيوفنا الحلوين والفقرة الحلوة دي، خليكم معانا. ولسه مستمتعين بقى بالعظمة اللي بتحصل، بس انضمت بقى برضو معانا دلوقتي أمل اللي يعني ناويه هتسمعنا برضو حاجه كده برضو من العظمه دي، وهي في فرقه كلاكسيكيات. ازيك يا امل؟ اهلا بيك، منورانا حضرتك، نورك. يعني مش عارف اقول لك ايه. بصي، هو شكلكم كله دايما في الفيديوهات مريح دايما، لان احنا اكيد الناس برضو اللي بتشوف ده هي حاسه ان احمد اخويا وامل اختي، ويعني شايفه ان احنا دي العيله المصريه اللي بتغني ده، وده اللي لازم يحصل. كلموني بقى دلوقتي عن الغنى اللي انتوا بتغنوه، الاغاني بتاعتكم. ممكن اتعرف على امل؟ عايزه اتعرف عليها كده. امل قولي لنا، انت ربه منزل صح؟ انا ربه منزل. اوكي، بس اكيد ليكي تخصص بقى، احنا معانا دكتوره ومهندسه ومعانا محلله. ايه بقى؟ انا سوفت وير انجينير، مهندسه برمجيات، متخرجه من الجامعه الامريكيه ودرس الماجستير برضه في الجامعه الامريكيه، واشتغلت تيتشنج اسيستنت في الجامعه الامريكيه، بس حبيت ان انا اتفرغ للاولاد يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طب قولي لي، ليه قررتي وامتى ان انت تنضمي لكلاكسيكيات؟ انا متابعه داليا على الفيسبوك، طلع لي بوست كده مره منها، ومن ساعتها عملت فولو، وبعد كده حضرت كذا قعده غنى. انا بحب الموسيقى طول عمري، انا ماما اكتشفت عندي الموهبه من وانا عندي 3 سنين يعني. أنا كنت بعزف سماعي، وبعد كده في المدرسه الكورال وكده، انا طول عمري ده الشغف بتاعي يعني.
فلما لقيت فرصة مرة حتى سألت داليا رشية تفتكر ولا لا أنا نفسي أعمل أي حاجة كده، قالت لي تابعينا في حاجة قريب بس، فانضميت. كان في ورشة في سبتمبر 2021، قدمت الموضوع، قالت لي بس عملي اوديشن كده بسيط. عملت الاوديشن، قالت لي خلاص انتي سوبرانو او ميسو سوبرانو معانا. ويعني الموضوع ده كان جالي فتره، يعني كان عندي ظروف صعبه جدا، يعني ظروف وفاه احد من العيله وكده، يعني ابويا ومامتي يعني الاثنين توفوا في نفس الوقت. و يعني حسيت ان ربنا بعت لي الموضوع ده طول، يعني انا دي حاجه من زمان نفسي اعملها، شغفي. فداليا علمتنا ميوزك ثيوري وعلمتنا حاجات كتير، وزي ما حضرتك بتقول الفريق نفسه حاسه ان انا قاعده مع عيلتي. ما فيش حد غريب، يعني كلهم زي اخواتي زي اولادي حاجات كده يعني. بس والحمد لله حلوه قوي. ومستمتعه باللي انت بتعمليه دلوقتي جدا يعني مستمتعه بده اكتر ولا بشغلك كمهندس كمبيوتر؟ لا يعني انا سبت الشغل، ما كنتش انا اصلا ما كنتش حابه الكمبيوتر ساينس بصراحه. يعني انا لو رجع بيا الزمن كنت هدرس موسيقى. فانا يعني الحمد لله بلقط بسرعه وده حباه، يعني فتعلمنا شويه من نوته. ولا انا مبسوطه من اكتر الناس اللي ملتزمه. هو الحلو في الموضوع ان هي يعني ان انت ما في ناس بتفكر اللي هو ما خلاص بقى انا ما درستش واشتغلت ومش عارفه ايه واشتغلت في حياتي وبتاع. حلو ان انت لا كملتي في شغفك وان انت حققتيه، مش فارقه بقى امتى ده حصل، بس المهم ان هو حصل. احنا عايزين بقى نسمع حاجه. خلينا نسمع عمل ونهير الاثنين يغنوا اغنيه. اول اغنيه في كلاكس كات اغنيناها من كلماتي انا، وهي اغنيه عن صم وضعف السمع. حلو. وعملناها علشان نقول للناس انه مش كل الكلام له صوت. في لغه للناس موجودين معانا، لو انت بس تعلمت شويه اشارات بسيطه تقدر تتواصل معاهم بحركات بسيطه، هنوريها لكم. اوكي ايه ده، الله حلو ده، دي فكره عظيمه. كملوا العظمه بقى. كملوا العظمه. جائزة نوبل على ذكر الجوائز، في صيف 2020 فزنا بالجائزة الأولى في مهرجان نغمة حرة، كان بيتعمل في مكتبة اسكندرية في مهرجان الصيف اسكندرية، فاحنا فزنا بالجائزة الأولى. دي كانت أول مرة نفوز بجائزة، وكانت حاجة بالنسبة لنا يعني عظيمة قوي إن أول مرة ناخد الريكوجنيشن ده يعني. بس السنة اللي فاتت 2022 احنا مبسوطين بيها قوي، لأن احنا خدنا فيها كذا تكريم واحتضنتنا كده كذا جهة داعمة يعني. ونتمنى إنه يبقى في أي دعم من الدولة لهذا النوع من الفن، يعني حتى احنا كل اللي بنطلبه بس مكان نقدر نغني فيه. طبعا اي دعم انتاجي، لان احنا كل حاجه زي ما حكيت لكم بنقسمها علينا، وبدفعهم اتاوه شهريه جمعيه كده بنقبضها. فاتمنى فعلا انه يكون في
جهات تدعم النوع ده من الفنون، لانه احنا كمان كان لينا تجربه على ذكر التنميه يعني وكده، ان احنا عملنا قبل كده ورشه مع مفوضيه اللاجئين للاجئات سوريات ويمنيات وسودانيات عايشين هنا في مصر، وعملنا في اليوم العالمي للمراه اللي فات اغنيه بتجمع وتحتفل بالتراث بتاع الدول دي مع الدول مع مصر هنا، وان ازاي ان احنا هم بقوا جزء من النسيج بتاعنا وبقى جزء من ثقافتنا. فاحنا بنهتم جدا بالعمل التنموي في كلاكسكيات، مش بس ان احنا نعمل فن، لكن احنا كمان نعمل تجربه انسانيه بيعيشها الناس اللي بيغنوا معانا والناس كمان اللي بيحضروا معانا ورش او بيحضروا معانا حفلات. حلو قوي قوي. عايزين نسمع حاجه للاسف اخيره للاسف للاسف. طب نشكرهم دلوقتي ولا نشكر بعد ما نخلص؟ هنشكر هنشكر بعد ما خلص. نشكر بعد ما خلص. ماشي ماشي. طيب احنا ممكن نغني لكم حته من الاغنيه اللي احنا بدانا بيها الحلقه عشان يعني هم كلهم عاوزين يغنوها يعني. ايوه وطولوا طولوا مش حته. بس يعني طولوا طولوا براحتكم يعني، احنا اول حلقه بتخلص مننا بس الناس بتغني يعني ما يصحش. داخلي شيء صوت شجي قولي عن شهري ديسمبر. قولي يا قولي يا قولي يا قولي يا شجيوني عن شهري ديسمبر. دائما حولي وقابلت لكن لا تبدو حقيقة اليوم، كلما مرت بخاطري تلهم مشاعري كالحنين والحنان أكثر من هذا وأكثر، خلف الجميل فوق اللسان لكني لا أتذكر، لحن ما صوت شاجي حلقات بجد والله العظيم اللي عملناها. انتوا نورتونا جدا جدا وبسطتونا جدا جدا ويعني اخر حلقه في الاسبوع ده احنا خلاص داخلين 2023 واحلى ختام بجد والله للسنه وللحلقه. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين. احنا كل شهر لنا مثلا 16 18 حلقه مع بعض. مع بعض. شكرا ليكم نورتونا جدا جدا. شكرا. نورتونا كل سنه وانتم طيبين. شكرا. انت طيب ما تعوقش علينا. لا مش عوق خالص. ماشي. انا خلاص انا مع كلاكس كتير. انت معايا هجيبك معايا ضيف. كده خلصت حلقتنا النهارده من ان بوكس. استنونا بكره. لا بكره اجازه. استنونا يوم الجمعه ان شاء الله الساعة 6:30. باي باي.